السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للكاطات ديال التمهيدية ديال المبتدئين، كنا شلنا تايكيوكو شودان وتايكيوكو نيدان وحتى تايكيوكو ساندان. دابا غادي نشوفو تايكيوكو يودان، من بعد إن شاء الله تايكيوكو غودان وتايكيوكو روكودان. الأساتذة اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي هما أصدقاء، وكاين منهم اللي في الدرجة السادسة. شجعوني أنني نزيد في هذا المحتوى هذا، وطلب مني واحد فيهم لا ما نذكر سمية ديالو، هو صديق سيزيان دان، اللي تكلم على تاكيوكو دان وغو دان وروكو دان لأنهم ما معروفينش بزاف. وهادشي اللي غادي ندير ان شاء الله، وعاد نبدا في هيان. ما نساوش ان هادشي اللي تنقول لكم في الفيديوهات راه كيتبعوه الناس مختصين، وراه تيتصلوا بيا وكيديروا لي ملاحظات، لكن شي حاجه هكا شي اصلاح ولا كذا كنولي نداركو في الفيديو اللي تابعوا، ولكن الحمد لله تيكون داكشي قليل وبسيط. اذا قبل ما نبدا في تايكيوكو يودان خصنا نتفقوا على شنو هي الكاتا، لانه حنا غادي نعلم الدري الكاتا. غنعلم الدري الكاتا، نقدر نبداه بهيان شودان ولا نبداه بجيون ولا بهونغيتسو، ولا علاش ما نبداهش بهادشي؟ ما يمكنش، لان التلميذ باقي ما عارفش كيفاش ياخذ التوازن ديالو وكيفاش يتحرك، وباقي ما ضابطش الامور ديالو. عليها كانوا هاد لي كاتا تايكيوكو. إذا الكاتا هي قالب من التقنيات والوضعيات والتحركات، ينبغي تنفيذها بنفس الطريقة من طرف الجميع مع اختلاف الهيئة البدنية بطبيعة الحال. باش كنقول دابا هادشي باش نجيبكم تشوفوا لي تايكيوكو ديال شي أساليب كيفاش كيديروا ليهم، اللي ما كيحترموش هادشي اللي كنقول لكم دابا. هي كتاب او مستند الكاتا او مستند يحفظ بين طياته محتوى معين عبر الزمان لتتعلمه الاجيال المتعاقبه من الممارسين. لن يستطيع الكاراتي كامل الاستمرار في الوجود عبر الزمن دون الكاتا، لأنها هي التي تحفظ ذاكرته، وإلا قام الكثير بتشويه التقنيات والوضعيات والتحركات حسب هواه. كل واحد غادي يغير كيف ما بغى. اش كيولي الحكم ديك الساعات هو الكاتا اللي جايه من جيل الجيل اللي كتقولنا ها شنو كيفاش خص تكون الامور. وقد حصل ذلك بالفعل، اي التشويه، رغم وجود كاتا أصلية لأسلوب ما، وحصل تفريخ لأساليب من نفس الأسلوب مع كاتا تشبه من بعيد الكاتا الأصلية. الكاتا ليست كوريغرافيا للرقص، لا، بل هي مواجهة حقيقية تشتمل على استراتيجيات وتكتيكات الحرب. إذن ينبغي تنفيذها على أنها مواجهة حقيقية. دري صغير ما غاديش نعلموه مواجهة حقيقية، غادي نعلموه التوازن والثبات والتقنية والتنفس وكذا وكذا، حتى يطلع شي شوية اللي هي عاد بنداو معاه المواجهة الحقيقية. ترتيب الكاتات يعبر عن ترتيب محتوى الكاراتي من الأسهل إلى الأصعب. إذن كل كاتا تعبر عن مستوى معين من التعلم. عندنا 6 ديال الكاتا التمهيدية، وهي لي كاتا تايكيوكو. 3 منها متداولة معروفة، وثلاثة قليلة التداول، هي تايكيوكو يودان غودان روكودان. هاد الكاتات التمهيدية بالستة هي مدخل للتوازن وترويض أطراف الجسم
ونمو ذاكرة الجسم ومعرفة بعض التقنيات الدفاعية والهجومية البسيطة والوضعيات والتحركات البسيطة كذلك. تايكيوكو تاي، تاي هي الجسم، وكيوكو معناه الهدف الأمثل، يعني نوجد الجسم وهذا هو الهدف الأسمى. أما الرسم المبياني ديال هذا الكاتات الستة فهو على شكل اش بالفرنسية، خط هنا خط لهيه وخط في الوسط هي اش مقلوبة او اي ماجيسكول. الكاتات تايكيوكو الثلاثة الاولى وضعها ابن فوناكوشي وهو جيجو او جيجو على حسب، والثلاثة الموالية تايكيوكو يودان غودان وروكودان ابتكرها الفرنسي الأستاذ هنري بلي درجة العاشرة، توفى رحمه الله بعد أن عرف بهذوك الأولانيين، عرف بهم في أوروبا وابتكر هذوك الثلاثة الآخرين. كاين واحد العديد ديال لي تايكيوكوات مع العديد ديال الأساليب، حنا اللي تهمنا هو الأسلوب ديالنا الأسلوب ديالنا الشوتوكو. إذن هذه الكاتا الرابعة كنستأنس بالأستاذ كلود فيشو الفرنسي اللي هو تدرب كثيرا في أوكيناوا، غادي نستأنس به في تنفيذ الكاتا تايكيوكو يودان. أولا غادي نديرها ثم غنشرح أشنو درت فيها. تايكيوكو يودان، يا 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 مي. هالطريقة هذه فيها أجيوكي خارجة من تحت اليد، خارجة من تحت اليد أجيو. البوزيسيون هي فودو داش، فودو داش مع أويتزوكي جودان أو فودو داش، خارجة من تحت اليد فودو داشي، فودو داشي، فودو داشي، فودو داشي، فودو داشي. اش كنلاحظوا في هذه الطريقه هذه، ان اجيوكي كنخرجوها من تحت اليد، وان البوزيسيون في الكاتا كلها هي فودو داشي. السؤال المطروح هو بما انهم هما كاتا تعليميه، واش خصنا نعلموا التلميذ يلا عاد قال بسم الله نعلموا فودو داشي؟ جرت العادة أننا كنعلموه كوكوتسو وزانكوتسو داشي. إذن خصنا نحيدو هاد فودو داشي من هاد البديل لا فاريونت ونديرو زانكوتسو داشي. ملاحظة الثانية، ملي كيخرج أكي وكي من تحت اليد هي مزيانة من ناحية غنعلمو التلميذ أكي وكي وأوشي وكي بنفس الطريقة، ولكن ما الأحسن نعلموه أنه يدير أجيوكي في عوض هكذا، يبدأها بهكذا هكذا، يعني من خارج تحت اليد من خارجها، هذه الأولى، هذه الثانية عفوا. إذا نعاود الكاتا نديرها بزانكوتسو داشي و أجيوكي تكون تسليح ديال اليد الاخرى وعاد اكيوكي. وهذه هي الطريقه اللي كنصح بها باش يتعلموها التلاميذ. تايكيوكو يودان شاكر.
أيا لا عفوا لا أوزوكي جودان أوزوكي جودان أوزوكي جودان هنا كم سا هنا كم سا. هذه هي الطريقة الثانية التي أقترحها عليكم باش تقريوها للتلاميذ. طبعا الحال كاين هيه كاين هنا الوسط كنمشيو أكيوكي في الذهاب في الروتور أكيوكي ولكن أويتزوكي جوضان ثلاثة الخطوات هذا هو. كاين بعد الأساليب اللي تمشي وتزيدوا شوية بزاف ديال الحاجات في هاد تايكيوكو يودان. كاين اللي داير في أسلوب داير تايكيوكو يودان جيري. لاحظوا معايا كيفاش تخدموها. كيمشي هنا هادي بحالنا ولكن هنا كيمشي هنا هنا تدير يوكو كيري كيكومي ياكوتزوكي امبيوشي او تمشي يوكو كيري كيكومي ياكوتزوكي امبيوشي او تاتي تاتي امبي تاتي امبي او اجي امبي كيمشي عاوتاني بام 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 يرجع هنا تمشي هنا هنا تمشي قدام براي تمشي قدام براي تدير نفس العملية وتغير ايوا تعطي امبي تدير زوكي شودان او جودان هنا كياي وكي دور يكمل وتدور هنا ايامي. اذا لاحظنا هنايا يوكو كيريكي كومي جياكو تزوكي اويتزوكي تعطي امبي بالله عليكم واش هادشي غادي نعلموه للتلاميذ صغار. اذا في نظري هاد الاساليب اللي كيديروا هاد الامور في هاد لي تايكيوكو راه في الحقيقه ما تيديروهاش الاطفال الصغار تيديروها الكبار باش يدربوا على واحد العدد ديال التقنيات بداخل هاد الكاطات اللي هي سهله في الرسم ديالها الميبياني. عوض ما يمشي يدير هادشي في امبي ولا في نوجوشيهو ولا في سوشين يدير هاد الروينه هادي ما يقدش لان هذيك الكاطا عندها الروينه الخاصه بها ما يمكنش يغيرها. الور باش يغير كياخذ واحد الشيما اللي هو سهل سير واجه هنا وهنا باش كيغير كيف ما بها. اذا هذا النوع ديال لي تايكيوكو غير صالح للاطفال في نظري الشخصي بل صالح للكبار باش يتعلموا اشياء اخرى. نشوفوا بعض الاساليب اللي كتقترب منا شي شويه. نشوفوا مثلا الشيتوريو. اولا الشيتوريو لاحظوا كيمشي هكذا بهاد ليكواشي داشي بام بام نفس الوقت ويمشي بام بام ويمشي يعني تيبدا ليكواشي داشي وشيوكي وتيطلع هذيك الاكيوكي ويرجع زانكوتسو ويتزوكي شودان ماشي جودان كيقلبها هنا ليكواشي داشي ديريك الفوق ويمشي لا كذلك هوب وتيمشي جودان شودان 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 تيقلب ليكواشي داشي يطلعها الفوق يمشي ليكواشي داشي اكيوكي يمشي ليكواشي داشي اكيوكي 1 2
تروى كيدور هنا بام 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 كيدور هنا بام بام عفوا بام بام اي بام ويرجع. هذه الطريقة ديال الشطوريو ديال تيكيوكو يودان. شوية كتقارب لينا حنايا قد نديروها الا بغينا نتعلمو مزيان ديك واش داش مال بوادوريو. شويه الامور كتصعب بوادوريو بعدا كيدير لك واحد قدام براي ماشي بحال ديالنا حنا تنزلو هكذا. هو تيدير قدام براي بحال لي دوبل يديروك هكذا وتيمشي كيمشي بام 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 ويجي هنا يدير لك هكذا بام 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 ويجي هنا يدير هنا. القضيه شويه كتصعب كيمشي هكا كيف هذا الشيء كتمشي يد مفتوحه وهنا كتجمع كيف هذا الشيء بعد تفتحهم بجوج وتمشي كيف هذا الشيء ويجمع كيفتحهم ويدور هكذا ويمشي تا هادو كيديرهم كيدان. لاحظوا بلي في الوادوريو شويه قصح. واش في الوادوريو هذاك الشيء غيعلمو التلميذ الصغير؟ الله اعلم. انا تنظن هذا النوع ديال الكاطات كيكونوا للكبار. انا غير تنجيب لكم واحد الصوره باش ديروا مقارنه ما بين تيكيوكو يودان ديالنا حنا والاساليب الاخرى. اما شفت واحد الاستاذ ديال وادوريو استاذ مغربي تيخدم تقريبا كاع هاد لي تيكيوكو بحال شوتوكو. هو استاذ في الوادوريو شفتو في اليوتيوب من خلال البحث اللي كان البحث لقيتو تيدير واحد الطريقه كتشبه الهيان شودان في الجوانب. مثلا غادي يخدم تيكيوكو يودان تيخدمها كي بحالنا كيمشي كيخدم هنا بام 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 تيمشي 1 2 3 4 هنا تيدير بحال هي نشودان تيمشي هنا في هاد لاكس ومن بعد تيمشي 45 درجة 45 درجة وتيكمل هنا 1 2 3 هنا تيجي هنا وتيخرج 45 درجة وتيجي هنا وتيخرج 45 درجة ويرجع كأنها تيكيوكو يودان ديال شوتوكو. غير اللي الفرق هو في الأول تيمشي في هاد لي زاكس ملي تيمشي يرجع 45 درجة بحال دوك لي شوطو ديال هيان شودان بحالهم. أما الكوجوريو فما كاينش في الكوجوريو ما كاينش تيكيكو شودان تيكيكو نيدان تيكيكو ساندان هما لا هما عندهم خمسة في الكوجوريو عندهم خمسة ديال الكاطات. كاينة تيكيكو جيدان تيكيكو شودان تيكيكو جودان و تيكيكو كاكي واكي و تيكيكو مواشي اوكي. ايوا القضية عندهم شوية قاصحة ما نقدرش نديرها. المهم انهم الاخوان ديالنا في البوجوريو تيخدمو بسانشين داشي و هاد لابوزيسيون سانشين داشي هي هادي. هاد القدم هذا تيكون مقدد مع الصبع الكبير ديال الرجل الاخرى هنا تيكون مقاد معاه. ملي اسيدي تيكون مقاد معاه تندخلوهم لداخل سو كيف حتى هادو كيدخلوا. هذه هي سانشين داشي وبها باش كان كيخدموا باش كيخدموا تاكيوكو وواحد العدد ديال الامور اخرى. هاد سانشين داشي
قلنا الصبع الكبير مقاد مع هذا القدم هنا وكندخلوا رجلين بجوج لداخل هادو كيدخلوا لداخل هادي سونشين داش الا زيدتيها القدام شي شويه قدام كتولي هونغيتسو داشي بحال في الكاتا ديال هونغيتسو قربتيها لعند اختها سونشين بسعتيها على اختها هونغيتسو هذا غير كشرح دازو والسلام يعني جابتو الهضره اما في الكيوكوشين فعندهم سته ديال لي تاي كيوكو كاينه ثلاثه خاصه بالاطراف العلويه وثلاثه خاصه بالاطراف السفليه ديال العلويه الفوق يعني الرجل اليدين وكذا وكذا عندهم اسيدي تاي كيوكو سونو ايتشي تاي كيوكو سونو ني تاي كيوكو سونو سان اما لي خاصه بالاطراف السفليه عندهم سوكوكي تايكيوكو سونو ايتشي سوكوكي تايكيوكو سونو ني وسوكوكي تايكيوكو سونو سان غايقول لي البعض اش داك اخويا لهاد المشاكل كاع واسيدي غير باش نوريكم فرق الاساليب باش شنو تيديروا لاحظنا باللي كاين اللي كيخدم تقريبا بحالنا كاين اللي داكشي صعيب وما يصلحش للدراري باش نعلموهم يعني داكشي ولو انه تيقول لك هذوك التقنيات ديال الاسلوب خصهم يتعلموا التلميذ في الاول ربما حيت هذوك التقنيات تيبانوا لنا صعاب كنقولوا راه صعب حتى على التلاميذ ديالهم ما تنظنش ربما لان الى دربوا عليهم مزيان في الكيهون غيديرهم في دوك الكاطات الاولانيين ممكن واش الدري داغي غادي يحفظ سونشين داشي ويبقى يتمشى بها يتمشى بها ما نعرف الله اعلم ممكن على كل حال اللي تلاحظ ان اسلوب ديال الشوتوكان يتميز بواحد النقاء في التقنيات والتقنيات راك عارف راسك اش كدير راه عارف اش كدير راه ملي كدير اسيدي هاد سونشين داشي وتجي دير ليا طايشو الاولى هنا طايشو الثانيه هنا ومن بعد تبقى تقلبهم من بعد تجيبهم هنا ديهم هنا تجيبهم هنا ومن بعد تبقى تقلبهم ليا في ساعه هنا في ساعه بام 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 ها كندخلوا في شي امور اللي العقل كيبقى يتصور ضدهاش هذوك التقنيات ضدهاش خاص حتى يجي شي واحد قدامه باش عاد تعرف ضدهاش هذيك التقنيه في الشوتوكون كلشي باين الا درتيه هكا راه باينه درتيه هكا راه باينه درتي لهاد الجهه باينه كلشي باين هادي باينه اما غنبقى ندير ها 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 ما تنعرف راسي من رجليا الله اعلم انا غير تنقول لان صعيب باش تعلم واحد الحركات اللي ما تيبانلكش شنو هو الهدف ضدهاش ضدياش المهم بالنسبه ليا كل واحد تيتبع الاسلوب ديالو وكل اسلوب عنده المزايا ديالو عنده الناس اللي مهتمين به وكيفهموه انا غير بغيت نوصل الفكره انه تايكيوكو راه كاينه كاع في الاساليب وكاينه في امور صعيبه فيها كيدخلوها واش هي للدراري الصغار ولا الكبار ما نعرف اللي تهمنا حنا هما الدراري ديالنا حنا ديال شوتوكو نعلمهم امور بسيطه في الكاتا البسيطه اذا تايكيوكو ساندا تايكيوكو يودان اللي اقترحوها تستعملوها هي هذه تايكيوكو دان شي لا عفوا هنا نجي هنا بحال هي شودان الكياي
أو زنكوتسو أو زوكي جودان هنا نجبد ونمشي أو زوكي جودان ثلاثة ديال الخطوات أيا بيفوطي هنا شي بيفوطي هنايا أجي أوكي ونجمع كانت هذه تاكيو كوردان موعدنا في الفيديو المقبل مع تاكيو كوردان أوس